ازيكم عاملين ايه؟ انا سعيد ان انا معاك النهارده بصراحه. الاي اي بصراحه يعني هو كل حاجه اصلا كانت شغاله بالاي اي قبل الجنريتيف اي اي والحاجات دي كلها. من حسنات الاوبن اي اي ان هي عملت لنا سبوت على الاي اي عموما، لكن الاي اي كان موجود يعني موجود في السبام فلتر في الجيميل او المستخدم جيميل، هتلاقي في سبام فلتر موجود حتى في رحلات اوبر والحاجات دي كلها هتلاقي فيها برضه شغالين بالاي اي، بس كان جزء محدد داتا سواء سوبرفايزد ليرنينج ان انا عندي الانبوت بتاعي وعندي الاوتبوت والاي اي بيشوف الباترن ما بينهم وبيقدر بعد كده يا اما يبريدكت او يعمل كلاسيفيكيشن. او عن سوبرفايزد ليرنينج فانا عندي كتله كبيره قوي من الداتا ما اعرفش هي ايه بصراحه، وبقول له والله يشوف لي الباترنز اللي موجوده فيها، فبيعمل عمليه ان هو بيجمعها، ممكن يجمعهم من بعض. لو خد مثال على كده ان مثلا لو عندي مجموعه عملاء في بنك كبير قوي وعندهم طبعا سحب الايداع بتاعهم، فلو بقول له اعمل لي دول فهو هتلاقيه يقسمهم مجموعات او بنسميها كلاسترينج، اللي هو بيسميها كلاسترينج. من بعد ال اوبن اي اي وتشات جي بي تي بدا يظهر عندي كود جديد قوي يعني، او بدا يظهر عندي نوع جديد. هو اصلا كان موجود من 2017 في بيبر اتنشر اسمها اتنشن دبليو نيت، سميناها ترانسفورمرز، قادر ان هي تشتغل على عدد كبير قوي من الداتا، بس بيحصل لها حاجه اسمها بري تريننج داتا، لازم ان انت تديها داتا في الاول خصوصا في العربي او في الانجلش او في اي لغه تديها، يعني بتعلمها كلها دي لا دي اللغه العربيه او دي اللغه الانجلش اسمها، وهي بتبدا تتعلم اللغه دي. بعد كده بنعملها ايه؟ تاسكس، يعني عندها تاسكس دي من ضمن التاسكس دي اللي هي التكست جنريشن اللي هي ظهرت مع اوبن اي اي وتشات جي بي تي. قدر التشات جي بي تي انا كان عندي اصلا تكست جنريشن الاول، بس ايه القدره المذهله في التشات جي بي تي؟ ان هو قادر ان هو يعمل هيومن لايك تكست، قادر ان هو يعمل ايه؟ هيومن لايك تكست، وقادر ان هو يكون التكست بتاعه قال بالظبط اللي هو كان موجود. ان انا كان عندي حاجات اسمها الهيم ترانز والمودلز والحاجات دي كلها، دي كانت حاجات بتعمل تكست عن طريق ان هي بتبريدكت التكست فورم. فكل الفكره اللي بيعمله اوبن اي اي او تشات جي بي تي او جي بي تي 3 او بار او ايا كان الموديل اللي انت بتستخدمه، هو قال ان هو يبريدكت التكست فورم، ده كل اللي بيعمله عن طريق البروبابيلتي طبعا، بس كل واحده منها بنظام معين. اللي قدر يعمله او الثوره اللي قدر يعملها شات جي بي تي او قدر يعملها جي بي تي عموما، ان هو قال ان هو يعمل بريدكت الكلمه بشكل مظبوط، تحسها اصلا كلمه بشر. فالحقيقه من بعد ده والصوت بتاعنا ايه؟ من بعد الجي بي تي اصلا والصوت بتاعنا بدا يظهر، بدا في عندنا تنليك، كان عندنا قبل كده حاجات زي جامد الجوريزم جنريتيف ادفيرسا، دي كانت قادره ان هي تعمل صوره طبقة الاصل للبشر، ممكن ما يكونش البشر ده موجود، هو قادر ان هو يعمل صوره، قادر ان هو يعمل فيس هيومن لايك بالظبط. وكان عندي برضه في اي وعندي غيرها كتير قوي كانت جنريتيف برضه. الفكره من جنريتيف اي ار عموما ان هو عايز اعرف حاجه واحده بس، اول حاجه اللي هي الموديل. ايه الموديل؟ الموديل هو الجوريزمز متدرب على داتا، فهي موديل او هي اي اي سيستم قادر ان هو يعمل حاجات كتير. انا عندي حاجات اسمها مالتي موديل، قادر ان هي تعمل حاجات في نفس الوقت. فانا عندي نوعين، يا اما موديل واحد قادر ان هو يجنريت مثلا تيكس او يجنريت ايمج او يجنريت فيديو كامل، وفي عندي برضه مالتي موديل قادر ان هو يعمل كل ده مع بعض. الجي بي تي 4 قال ان هو يعني في مالتي موديل كتير قوي يعني، في منها سواء اوبن سورس والحاجات دي كلها، بس الحاجات دي وانت بتتعامل معاها لازم تروح تقرا عن البرومبت انجينيرنج، لازم تكون عارف
دي حاجه ضروريه لازم وانت بتتعامل مع الاي اي عموما او عاوز تاخد افضل ما فيه لازم تتعلم برومبت انجينيرنج عموما ازاي تكتب له توجيهات بقى عشان هيقدر ان هو يروح في المكان ده. الجزء الاساسي ان هو ايه تطبيقات يستخدم في ايه. فاحنا شايفين مثلا بشكل عام شايفينه موجود قال انه يعمل تكست حلو جدا. طب ايه هنستفيد منه ايه؟ والله انت قادر ان انت تستفيد منه في حاجات كتير قوي. قادر تستفيد منه غير الحاجات اللي انا موجود اللي انا كتبتها النهارده هنا. لا في حاجات كتير قوي في جيم تقدر تستفيد منه في فاشن في موديل اتعمل من بدايه ظهور الحاجات اللي هي الجينيتيك اي اي. في موديل قادر ان هو يعمل ايه بقى؟ في حد عمل ستارت اب قادر يعمل هو ايه؟ بتصور له الاوضه بتاعتك وهو بيقول لك ايه افضل حاجه او ايه تناسق الالوان اللي انت ممكن تعملها وايه الحاجات اللي ممكن تعملها. هو قادر ان هو يعمل كلها. فالاي اي قادر بمجرد بس الصوره بتترفع. الحقيقه ان هو قادر برضه ان هو في الهيلث كير، هيلث كير قال ان هو في حاجات يعني زي الفوق اللي عملتها جوجل قادرة ان هي تديسكفر نيو يعني نيو ميديسن او تراك ديسكفري. قال ان هو فعلا يعني يقدر ان هو تعرف الباترنز اللي موجوده المتكونه منها الدراج نفسه. قال ان هو يعمل كمان دراج ديسكفري. كان في شغل كبير قوي قوي على الميديكال ان هو قادر ان هو يشخص مرض معين. يعني قادر ان هو بتديله ديتا. طبعا كل ده لا يغني تماما عن وجود ناس متخصصه. يعني اول سؤال بيظهر في عقل الناس طيب اوكي طب هو قادر ان هو يعمل كل ده طب ما البشر فين؟ لا في بشر فين قادر ان هو يعمل مفيش حد مش بياخد مكان حد. هو قادر ياخد مكان حد واحد بس. الحاجات اللي هي ممله الحاجات اللي هي بتطلب حاجات كتير قوي ان هو بتتطلب حاجات ممكن تعملها اوتوميشن عادي جدا. هو قادر ان هو يعمل كده بكل سهوله. قال ان هو يوفر عليك وقت كبير قوي. جزء من الوقت كبير قوي. فهم اشتغلوا في الميديكال في التشخيص ده هم بيرفعوا له الحاجات دي لان هو اصلا حتى في الاختبار بتاعته في البيبرز بتاعته اتنشرت لما بيعملوا له تيست على اللي هي الاختبارات الطبيه اللي موجوده في العالم قال ان هو يعديها بسهوله. وبنسبه عاليه بنسبه اكبر من البشر. لكنه بيبقى محدد يعني انت ما تقدرش ان انت تعتمد عليه اعتماد كلي في الجزء ده عشان تعتمد على الاي اي ان هو شخص خطر المريض او ايا كان الشخص الموجود تحت رحمه حاجه لسه انت مش عارف ان احنا هنتكلم عن اخطارها في الاخر خالص. الجزء ده بقى اللي هو الجزء الخاص بيها في الاديوكيشن. لو انت بتتابع الاخبار بتاع الجينيتيك اي اي هتلاقي ان هو حاجه زي خان اكاديمي عملت عندها جي بي تي موديل موجود وقادر ان هو تساله في الحاجات الكونتنت اللي موجوده عندهم قادر ان هو يوجهها. بس تاني وانت بتتعامل مع الاي اي او الجينيتيك اي 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 موديل فيه اي اي عموما فانت لازم تكون واخد في بالك ان هو عنده جزء بهالوسينيشن عنده جزء هالوسينيشن ممكن يديلك معلومات يوديك ده هو اصلا انه يعني ما عندوش حاجات اللي هو الفاكت تشيكنج ما عندوش. حتى في الحاجات اللي هم بيعملوها دلوقتي ان هو يسايت ماستر او يسايت يعني يعمل سايتيشن لسورس معين ودي من الحاجات اللي هم بدأوا ان هم عايزين يحلوها او الشين اوف سولتس الحاجات دي كلها حلول للهالوسينيشن. بس برضه وانت بتتعامل معاه لازم تكون عارف ان هو اجابته لازم تروح تتاكد منها ما تاخدش اجابه. هو ممكن يتفاين تيون على برضه يونيسيتي عملت نفس الموضوع عندها يونيسيتي جي بي تي. قال ان انت تسالها في الكونتنت اللي موجود وقال ان هي لو انت ما فهمتش مثلا فيديو تقدر ان انت تتشات معاها وقادر ان هو يساعدك برضه في ان انت تفهم. فدي جزء كبير جدا. في جزء تاني انا عايز اقوله برضه اللي هو الجزء الخاص بالشركات. الجزء الخاص بالشركات احنا عندنا جزء كبير قوي او احنا شغالين اصلا على بروجكت
على شركه يعني الداتا عموما، لو انت عندك داتا ايا كان حجم الداتا اللي عندك فانت عندك كنز كبير قوي. فاحنا بنعمل ايه في المرحله اللي احنا شغالين فيها دلوقتي؟ احنا بنفاين تيون موديل معاه كوميرشال لايسنس شغالين بيه عالي جدا، بنفاين تيون على الداتا دي بحيث ان هو بيدينا انسايتس نقدر نتشات معاه وبنقدر ان احنا نستفيد منه في الشركه نفسها، بيقدر حتى يفيدنا في السوشيال ميديا. يعني هذا ان هو يفيدنا في السوشيال ميديا الخاص بالحاجات دي كلها. بس انا فاين تيون على داتا معينه. فاين تيون هو مصطلح موجود في الاي اي معناه ان انا بجيب موديل. اتفقنا ايه هو الموديل؟ الفاين تيون عباره عن ايه؟ ان انا بجيب موديل بروح بقول له ايه؟ دي داتا خاصه مثلا ايه؟ ولنقل الترجمه. الموديل عموما بيبقى يعني بيبقى متدرب على مديله مثلا داتا عربي، بس داتا يعني داتا ما لهاش شكل محدد. ممكن يكون مقالات ويكيبيديا، ممكن يكون اي حاجه فهو بيديها له. هو مجرد ان هو بدا بدل ما بيبدا من الصفر بيبدا ما بعد الصفر. فانا محتاجه فاين تيون هنا ليه بقى؟ لان انا عايزه في مهمه ثانيه، انا عايز مثلا في مهمه ان هو في الترجمه مثلا. فبجيب له نصوص عربي ونصوص انجلش. يعني الكلمه مثلا الجمله عربي والجمله انجلش. وبقول له ان دي الجمله عربي ودي الجمله بتاعتها الانجلش بتاعتها. حجم كبير قوي من الداتا فهو بيعرف هو بيعمل ايه. فهنا بنسميها عمليه الفاين تيونينج. ان انا بقول له انا عايزك تكون فاهمه محدده بس، سيبك من كل اللي فات ده، انا عايزك تعمل لي حاجه واحده بس. فده جزء الاي اي شغال فيه، احنا شغالين فيه ان احنا بنعمل فاين تيونينج للداتا نفسها. بمعنى اصح لو انت عندك داتا اصلا فاحنا ممكن نقول له اتعلم على الداتا دي. قول لي الداتا دي فيها ايه؟ فهو قادر ان هو يعمل كده، وقادر كمان يستوعب، ودي حاجه مهمه قوي في ترانسفورمرز اصلا ما كانتش موجوده قبل كده، قادر يستوعب حجم كبير قوي من الداتا. لان كان في حاجات قبل كده زي الـ RNN Recurrent Neural Network والـ LSTM كانت بتنسى. بعد الجمل الطويله كانت بتسقط منها، كانت دي من ضمن عيوبها. لما عملوا ترانسفورمرز دي كانت بقى من اكبر المميزات ان هو قادر ان هو يتعامل مع سلاسل الكلمات الطويله. دي كان جزء مهم جدا. برضه قال ان هو يشتغل في السبلاي تشين اوبتمايزيشن والكواليتي كنترول، ودي حاجات كانت مهمه جدا في اي مصنع. ان هو قادر ان هو يخفض التكاليف، وقادر ان هو كمان يعني يمبروف الافشنسي بتاعت المصنع نفسه. دي كانت حاجه كويسه جدا. وقادر كمان ان هو يبريدكت. يعني انا لو عندي مبيعات كتيره قوي قال ان هو بيبريدكت ان احنا هنعمل ايه؟ هو ان احنا المفروض ان احنا نشتغل في ايه؟ او ايه الجزء اللي عندي ضعيف ان احنا نشتغل فيه؟ قال ان هو هيعرف كل ده. هو اصلا الاي اي عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا بقول له دي داتا وانت روح على الداتا. ممكن اي حاجه تعملها بيه. في الداتا نفسها شكلها زي ما انت عايز تطلع عليها انسايتس. يعني الكود انتربتر اللي هو خاص بالجي بي تي 4 اللي هو معدود خالص قال ان انت تبعت له داتا، وقال ان هو يرجع لك انسايتس فيها وهي حاجات كتير قوي فيها موجوده والكود بتاعها كلها. فده جزء كان مهم جدا ان انت بتعمله، ان انت عندك داتا وبتستفيد منه. كان في فيديو مهم قوي كان منتشر تقريبا كان من تسلا او حاجه زي كده، ان الاي اي قادر ان هو يقوم بمهمه كبيره قوي في الـ customer service. الاي اي عمل كول مع الكاستمر بنفس الطريقه اللي بيعملها مع البشر من غير مون، من غير ما يحس ان هو ده اي اي. لان احنا عندنا يعني هو مش بي الاي اي مش بيجنريت تكست بس، قادر ان هو يجنريت فوليو، قادر ان هو يجنريت فيديو، قادر ان هو يجنريت ايمج. فكل ده قادر ان هو يعمله. فانت عمال تخيل ان انت سامع محادثه ويقول لك ان الاداء اللي بيعمل المحادثه ده مع الكاستمر ده اي ار. المحادثه ما كنتش هتتخيلها بصراحه. هو ممكن يخش بقى في الجزء ده في الكاستمر سيرفيس، وهم في شركات بدات ان هي تبع الجزء ده، وان هو تخلي الكاستمر سيرفيس بالاي ار كلها يعني. وده هيخدم شركات كتير قوي بصراحه. الريسك مانجمنت دي حاجه مهمه جدا.
كمان في حاجه اسمها يعني فرود ديتكشن، يعني جزء من الحاجات اللي هي موجوده وبيقدر ان هو يعملها الاي اي عموما، ان لو في اي حاجه مشبوهه بيقدر يسبوت الحاجات دي، هو شغال قبل ان هو يسبوت جزء من الشغل ده. لو في حاجه مشبوهه موجوده ممكن هو يحقق حاجات انت ما تقدرش تعملها، بس هو قدر ان هو يعملها. كمان قدر ان هو الابلكيشنز الموجوده زي ما قلت في اي مكان، الابلكيشن اللي بتستخدمه في المواصلات موجود فيها جزء وجزء كبير قوي منها معتمد على اعتماد كل يعني، لان هو كل ده قدر ان هو يعني يعمل بريدكت حاجات كتير قوي منها بقى على حسب، بيكون على حسب عندنا طبعا ايه بنسميها الفيتشرز اللي موجود، قادر ان هو يتعامل مع الفيتشرز دي وقادر ان هو يدي لك افضل نتيجه. محتاجينه في ايه نحصل ايه؟ هيدي لك افضل نتيجه موجوده، فهو قادر ان هو يعمل كده. وقادر كمان ان هو يعني يتوقع حاجات قوي كتير قوي ممكن تفيد في ان هي تقلل الكوستس، تقدر ان هي تنكريز السيفتي، الحاجات دي كلها مهمه جدا. جزء برضه مهم جدا من الحاجات اللي مهمه جدا واللي طبقت بره هو جزء السيلف درايفنج كار. في دلوقتي في شركات دلوقتي كل ما بتشغل سواقين، هي كار موجوده انت بتطلبها هي كلها شغاله سيلف درايفنج، مفيش حاجه اسمها سواقين فيها. الشركه فيها وهي عارفه ان انت هي بتروح فين حسب المشوار اللي انت تختاره. في حاجة تانية لازم نقول عليها، الإيثيكال كونسنتريشن، لازم وأنت بتتعامل مع الإي آي تبقى عارف حاجة مهمة، إن الإي آي أحيانا كتير بيكون بايظ على حسب الداتا اللي موجودة، هتلاقيه كتير قوي بيظهر فيه نوع من هو متحيز نوعا ما، وده لو أنت بتست الحاجات الجديدة زي اللي عملت تيست اللاما كانت من أمريكا من فيسبوك، كانت متحيزة ضد اللغة العربية تماما. كمان اي حد هو بيستخدم الاي ار لازم يكون عنده اللي هي ان هو يتحمل مسؤوليه ان هو ده الاي اي ممكن يعمل اللي هو البايز والحاجات دي كلها، فمش اي حد ممكن يستخدمه. ليه مش اي حد ممكن يستخدمه؟ لان عندنا حاجه اسمها ديب فيكينج. الديب فيكينج دي حاجات مهمه جدا، ان انت بتعمل ديب بتعمل جنريت فيديو لحد أو صورة أو أي مكان لحد بالظبط، بس هو مش هو اللي عملها، مش هو اللي خدها، زي ما أنت ممكن تعمل بالظبط زي الفيديوهات المنتشرة للمغنيين أو حاجة زي كده، مغني بيغني أغنية أصلاً ما شافهاش، فدي كلها ممكن تبقى الإيثيكال كونسنتريشن مشاكل جداً.